في موضوع الاكسبريس شبابنا اذا لقينا ديس ايش راح نسوي بهاي الديس؟ قال الاكسبريس وبها ديس راح نخلي اي دونت لايك زائدا الاسم، الاسم راح يطلع بالاخير. اذا ما لقينا ديس اذا هنا تختلف السالفه. عيد، اذا لقينا ديس نخلي اي لايك زائدا الكلمه الاخيره، اذا ما لقينا ديس نخلي اي لايك بس ما نخليه. مثلا هنا لقينا اكسبريس وبها ديس راح نخلي اي لايك زائدا الاسم نلقى دائما بالاخير اي لايك flies. I don't like flies. هنا وراها قال لي express. Express preference. بس ما لقينا this راح نخلي I don't. العفو I like. زائدا الكلمة الأخيرة fishing. نشوف الوراها. الوراها لقينا express. وهذا الاكسبريس لقينا بيها this. فراح شو نخلي؟ نخلي I don't like. I don't like. بعدين نزل الكلمة الأخيرة spiders.